مش بس كلام. وفي مواقع الحقيقة تستطيع أن تدعو بها المولى سبحانه وتعالى، في مواقع فيها استجابة زي جوف الليل، زي دعاء الصائم في جوف الليل، زي دعاء الساجد أيضا في السجود، سجود ودعاء المظلوم. استمع أخي بالله، استمع بالله عليك، ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله عز وجل، يرفعه المولى سبحانه وتعالى فوق الغمائم. يتنزل المولى عز وجل في كل ليلة، شن يقول؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ معلش، في ضيق، في ضيق لا تشتكي لي أحد. اللي بيعطيك الفلوس راه مش مصرف ليبيا المركزي، اللي بيعطيك معاشك مش المصرف الفلاني، اللي بيعطيك القرض أو الدين أو بدينك مش الشخص، راه الله عز وجل يقذف في قلوب هؤلاء الرحمة. الله قادر سبحانه وتعالى، غير خلي بينك وبين المولى عز وجل إصلاح، صلح ما بينك وبين المولى سبحانه وتعالى. أحد العلماء المشايخ الشيخ العلامة عبد القادر الجهني يقول: أصلح ما بينك وبين الله، يصلح المولى عز وجل ما بينك وبين الناس. تصلح ما بينك وبين الله يا أخي سبحان الله، اللي قاعد لي 24 ساعة على مواقع فاسدة، على إذاعات هابطة، على مسلسلات تركية، اتق الله يا أخي، تذكر الموت يا أخي سبحان الله، تذكر أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. تخفيها هذه المواقع الفاسدة عن الأصدقاء، تخفيها عن الأصحاب، وتخفيها عن الأحباب، وتخفيها عن والديك، بهلك رب العالمين سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، البصير سبحانه. سبحانك ربي، سبحانك. مش بس كلامي.